فضيلة الشيخ، يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا القبول الإجزاء أو الثواب؟ تحدثت عن هذا في شرح الحديث، وأن قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما المراد بأنه لا ثواب له على صلاته، وهي صلاة مجزئة، صلاة مجزئة تسقط عنه الفرض الذي افترضه الله عليه، ولهذا يجب عليه في هذه المدة إن حصل له أن يصلي وأن يواظب على الصلاة وأن يحرص على تتميمها في أركانها شروطها واجباتها مستحباتها، لكنها لا تكون مقبولة ولا ثواب له عليها، ولا ثواب له عليها، لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له لإتيانه للكاهن، فلا يثاب على تلك الصلوات، لا يثاب على تلك الصلوات. وتحديد المدة بالـ40، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا شك أن الشارع له حكمة في هذه المدة، ومن أتى كاهنا فإنه يعلم من خلال دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته لا تقبل لمدة 40 يوما، وهي مدة ليست بالقليلة، ولا شك أن هذا فيه من الزجر والتأديب والتحذير من اتيان هؤلاء أيا كانت طرائقهم ومسالكهم، ما هو واضح وغير خاف. ولا شك أن تحديد المدة بالـ40 للشارع فيه حكمة، مثل ما جاء في حديث آخر، أيضا حديث آخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالمحافظة على الجماعة والعناية بتكبيرة الإحرام، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من صلى في الجماعة 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. قال 40 يوما، لا شك أن مثل هذه الأعداد الشارع له فيه حكمة، وليس المراد بهذا الحديث أن يواظب على 40 يوما يحافظ على تكبيرة الإحرام ثم يتوقف بعد 40 ويأتي متأخرا، ليس هذا المراد، ولكن المراد أن هذه المدة كافية أن يتربى خلالها الإنسان، كافية أن يتربى خلالها الإنسان على أن تصبح تكبيرة الإحرام عنده أمرا مألوفا وليس أمرا متكلفا، تصبح أمرا مألوفا وليس أمرا متكلفا، ألفته نفسه واعتادت عليه، لا يأتي عن تكلف، لأن في البداية يكون عن منازعة للنفس وتكلف في أن يحافظ على تكبيرة الإحرام، لكن إن واظب عليها أصبحت أمرا مألوفا عنده ومعتادا عليه، ونفسه أصبحت تمرنت على هذا الشيء فأصبح من مألوفات النفس، بينما في البداية يكون فيه شيء من المجاهدة والمغالبة للنفس والتكلف حتى يصل إذا تمم مثل هذه المدة إلى أن تكون قد تمرنت النفس وأصبح شيئا مألوفا لها لا تستطيع أن تنفك عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكفر أكبر أم أصغر؟ أذكر قبل الإجابة على هذا السؤال قصة مفيدة للجد رحمه الله وغفر له، والجد يعني منذ عرفناه إلى أن توفاه الله وهو يدخل المسجد قبل صلاة العصر بأكثر من نصف ساعة، وإذا صلى العشاء خرج حتى يوم العيد مواظب على ذلك، والفجر يدخل قبل الأذان والظهر قبل الأذان. فأذكر قديما وكنت صغيرا جاء مجموعة من طلبة العلم إلى الوالد وسألوه بعض الأسئلة، من ضمنها سألوه عن هذا الحديث هل هو صحيح، فقال الوالد: نعم صحيح. فأحدهم قال: يا شيخ من يستطيع هذا؟ والجد كان حاضر، قال: من يستطيع هذا؟ يعني أنه أمر غير مستطاع، من يستطيع هذا يا شيخ؟ فلما خرج الجد من المجلس
كان يردد من يستطيع هذا؟ الله أكبر الله أكبر، من يستطيع هذا؟ يعني متعجبا ومستنكرا من هذا الكلام. فالشاهد أن من يوفق الله عز وجل لتمرين النفس على هذه المدة يصبح بإذن الله أمرا مألوفا ومعتادا عليه، لا تنفك عنه نفسه. أعد السؤال.